حياكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المشهد، والتي نخصصها للحديث عن تنظيم الأطباء العامين العاطلين عن العمل اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، مطالبين باكتتاب شامل لجميع الأطباء العاطلين عن العمل. وردد الأطباء شعارات مطالبة باكتتاب وتذكير الوزارة بالنقص الحاد الذي تعاني منه المستشفيات والمراكز الصحية على عموم البلاد. إذن الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو السيد الدكتور المختار والأحمد بابا، عضو حراك الأطباء العامين العاطلين عن العمل. أهلا بك. أهلا بكم، شكرين. لكن قبل أن ندير هذه الحلقة أو نواصل هذه الحلقة، أذكر مشاهدينا الكرام أن قناة المرابطون إدارة وعمالا تعزي في وفاة مدير القناة السابق إبراهيم، أو مدير السابق مولاي ولي إبراهيم رحمه الله وغفر له. إذن أستاذ الدكتور مختار أحمد بابا، يعني كما سمعنا قبل قليل، هو تنظيم يعني أو وقفة احتجاجية اليوم بالعاصمة نواكشوط مبنى البرلمان، طلبتم باكتتاب شامل لجميع الأطباء العاملين، لو تحدثنا أكثر عن هذه الوقفة وأيضا يعني السياق ومتى بدأ هذا الاحتجاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين جدا على الاستضافة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لهذه الوقفة، وقفة من عدة وقفات، من عدة نشاطات قام بهم هذا الحراك اللي هو مثلا متضرر من كونه كان في مثلا على مجال ينقال له مجال القراية، وخاض المجال اللي هو شغل مجال العمل، وانصدم حقيقة بوجود مثلا الأمور كاملة اللي كانت تذكر له عنه لا يشتغل وعنه لا يخدم المواطنين وعنه لا ينمي ذي قال القطاع الصحي، انصدم بعنه قايس الشارع ديركتومون. ولذلك فتنا عدنا وقفة قدام وزارة الصحة، وسابق ذاك ما نزلنا للشارع، ساق مهاتنا طبعا خذنا على وزارة الصحة وخذنا طبعا على مديريات، منها مديرية مثلا مديرية المصادر البشرية واللي ما تجاوبوا معنا جيدا، حتى قاع مولي خذنا حاولنا نجبروا الوزير السابق وزير الصحة السابق، ولا قدينا مولي مثلا ما تجاوبوا معنا تجاوب جيد. بالنسبة لضركاتيها طبعا مازلنا اللام. وين تنشأ الحراك؟ هذا الحراك انشأ من تقريبا من اللي قالوا نين سنت يخلق سنتين نكتشف عن خلق فماتيا تراكم اللي قالوا الأطباء، وذا تراكم تقريبا للو سنوات، تقريبا من سنتين ولا ثلاثة، يعني سنتين نجبروا عن اللي قالوا هذا مثلا التوظيف الوظيفة العمومية عاد تطلب دائما عدد من تعطيف من المقاعد للأطباء العامين اللي أقل من الأطباء العامين الخارجين هيك السنة. أنا عن دائما ما تشوف عني قد يعود من الأمور اللي شتت جهود الحراك عنه، فما واحد منكم قد يعود، وما دام يعني تم إنشاء لفترة واحد منكم قد يعود ليجبر الوظيفة مباشرة، ما تلا جزء من الحراك ولا تلا يعني، وبالتالي هذا قد يعود عادت المصلحة ماتت مشتركة يعني. زين زين زين، واضح. غير هو الحراك لا يتم لا خالق ولا يتم لا موجود، باللي الأطباء العامين لا يتم لا كل سنة لا يتخرجوا. على سبيل المثال نعطيكم أرقام في هذه السنة اللي هي اللي تخرج تقريبا من قبل يعني قبل أن نواصل يعني في ذكر هذه الأرقام، عدد يعني المحتجين في الحراك الحالي، عدد المحتجين في الحراك الحالي يناهز 250 طبيب. 250 طبيب والله، يعني نظرك موريتان فيها 250 طبيب عاطل، فيها 250 طبيب عاطل عن غير مكتتبين من اجل الوظيفه العموميه. يعدل يقارن قد يعود يعدل، هي عندهم نشطه، عندهم طبعا عندهم نشطه اخرين يعدلوهم من اللي الانسان لابد له من يعدل نشاط من اجل الحصول. هذا 250 طبيب اللي عاطل عن العمل ظرك موريتان، من رأي كانها كاملة متخرجة من كلية الطب ولا في واحدة معهم؟ لا لا، فهم بالنسبة لهاي السنة متخرجة تقريبا قرابة 109 أطباء من كلية الطب هون في نواكشوط، وفمات ياها أطباء مثلا فما على سبيل المثال 17 طبيب متخرجين من كلية الطب في دكار، 7 متخرجين من كلية الطب في المغرب، مصر متخرجين منها 11 متخرجين للعام معناها
هذا كاتي علاج بغناهم ضفناهم للناس اللي ما جبرت الحظ في الامتحان الماضي يعودوا قريب 250 طبيب. هذا كان فيكم واحدين يعني متخرجين سابق للعام يعني. الناس اللي متخرجين السابق للعام هم من الناس اللي حضرت في الاكتتاب السابق واللي بقى منهم 86 اعطاوا بالضبط عاطين الله 49 مقعد في الاكتتاب الماضي من اصل 135 مترشح. معناها ان نحن اللي ندوروا 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 يعود فما تيها مقاعد مثلا الاكتتاب الشامل راه هو في حاله خلق الامتحان ولا انشح رقاش راه عداك ذاك محسوب عليه هو يغير كون الدوله الموريتانيه تعود مثلا غالبها توفر مقاعد للقطاع قطاع من مس مثلا قطاع فم 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 حاجه له ما هي كيف القطاعات الاخرين. لكن في النهايه هي وزاره الصحه في النهايه هي الادرى بكم خاصه من الطبيب وكم خاصة من ممرض وكم خاصة يعني من الأطقم الصحية بشكل عام. ما دامت الوزارة يعني واضح لها وهي في النهاية الوزارة تختير تعود وزارة الصحة متقدمة وتختير وزارة الصحة يعني بحسب الوزارة بعد من درا مش حاكم مع ما يكتبوكم ما داموا يعني هما فاصلين فيكم كما تقول. فما تيا شمل العوامل الخارجية اللي نقدر احنا نعودوا معنا ملمين بهم اللي ما فتنا قعدنا على طاولة الحوار ولا فتنا مثلا جبرنا ذيك الرواية اللي هي مثلا جبار مع الوزيرة الحالية وزيرة الصحة وحاولنا نجبروها ولا قدينا. السبب اعتبرونا بوجود هذا الاسبوع اللي هو اللي ما فيه ميعاد قدينا نجبروه معها وقالوا لنا عن بالنسبه للاسبوع القادم عن قدروا نجبروا معها ميعاد. بالنسبه لهذه ظرفيه ضاكتي هي المشكله. هي المشكله اصلا حلقه مفرغه معناها يعني هل الوزير ممكن نشات يعني مستوى التعاطي مع الوزاره السابقه يعني. مستوى التعاطي مع الوزاره السابقه ما هو خالق نهائيا بين اللي نحن ما اجبرنا اي حد يقول لنا عن فما تيها كتاب لا يخلق قريب ولا اجبرنا اي حد يتجاوب معنا ولا يعرف مثلا عن ذا اللي واحدين نحن فيه طرف مشروع ونحن ما اللي مثلا ننتم ولا ساعيين فيه نين يخلق ان شاء الله. واضح طلب مشروع يعني كما قلت لكن هي في النهايه يعني اخر كتاب كان انت اخر كتاب اللي له راكت اياها قرابه السنه تقريبا قرابه سنه يعني ما فات عاد له سنه قبل المثال ما فات عاد له سنه لا فهم تقريبا له سنه تقريبا او اكثر تقريبا لكن ماذا ما فات عاد له سنه في النهايه قد حد يقول لك عن له سنه اكثر به اللي له سنه نفترض له سنه السنغال مثلا هي تعطي 6 سنوات 7 مع كتاب يعني في النهايه غير بسيط اني نعطيك مثال به اللي في الدول المجاوره دائما عدد اللي قالوا الاطباء العامين اللي يعطوا المقاعد دائما يعود مقاعد كبيره مثلا على حساب نحن تقول وزاره الصحه انا ليت مثلا تكتتب 800 وحده صحيه غير هاي 800 وحده صحيه دائما تعود 50 منها هم اللي عاطينهم المقاعد للطبيب العام وهذا ما هو صالح به اللي المنظومه الصحيه فاصله في الطبيب العام كما هي فاصله في الممرض وكما هي فاصله مثلا في القابلات وفاصله في جميع هذا اللي قال لهم النظام الصحي بشكل عام. بالنسبه للطبيب العام دائما مهضوم حقه دائما من يعطى اقل المقاعد تنعطى دائما للطبيب العام وهذا خلى عنا واجعه روايه مصريه. في ظل هذه 4 سنوات الماضيين خلقوا كتابين بس خلقوا كتابين وهذول الكتابين اعطاوا الكتاب الاول اعطاوا 79 والكتاب الثاني عاطين 49 هاي الارقام لاش. لكن في اشكال اخر مالي لان هي في النهايه ما هي وزاره الصحه وحدها هي اللي تحدد هي فهم وزاره الماليه اللي يتعرف كما تعطي وفهم الوظيفه العموميه وفهم الطلب بشكل عام وكم خاص من الاطقم التالي تحميل وزاره الصحه وحدها هذه لا 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 نحن ما نحمل الا وزاره الصحه نحن ندوروا ذي قال الحكومه الموريتانيه تحل لنا هذه المشكله اللي هي باللي نحن في حلقه مفرغه نحن الخريجين سنويا وزاره التعليم العالي تمشي 300 طالب من المتفوقين في البكالوريا وتمشيهم شهر ذي قال له كليه الطب وهذه 300 تتخرج منها سنويا تقريبا عقب 7 سنوات 8 سنوات بالسنه التحضيريه تتخرج قرابه 150 200
هذه 200 تنصدم معها تقول ما هذا الشارع ليش؟ انتم ما قدرتوا تقروا الناس وتمشوهم شور هذا هو نفس الحال الواقع لكن هذا هو نفس الحال الواقع مع المهندسين، نفس الحال الواقع مع الدكاتره اللي ما هم يعني في الطب، نفس الحال الواقع مع الاساتذه مع التالي. لماذا فقط تشوفوا عن خاصيه الصحه خاصيه مستشكله شوي به اللي نحن نقدو ذني قالوا المواطن بسيط لا يستغني عن الكهرباء ولا يستغني عن الماء ولا يستغني عن التعليم، كذلك لا يستغني عن الصحه به الصحه مقارنه بها وتخصصات اللي ذكرتولي ما تقدر تقارن بها. لكن هذه التخصصات عندنا فاش داير لهم؟ مثلا عندك الاساتذه عندنا كذا مدرسه، المعلمين كذا مدرسه نفسيه، الجيش عندنا جيش يعني محتاج لفراد، مدري كم عندنا مطب في موريتانيا عندكم؟ عندنا كم مستشفى في موريتانيا؟ لا لا، هو الطبيب العام لا يخدم لا في المستشفيات بس، الطبيب العام يخدم في المراكز الصحيه. على حتى سبيل المراكز الصحيه على سبيل المثال موريتانيا. لا لا لا، مدركانك ما توافقني عن فم نقص في المراكز الصحيه بشكل عام والمستشفيات. لا لا لا، ما موافقك في نقص في هذا به اللي كل مقاطعه تتوفر على مركز صحي، وذاك المركز الصحي تابعين له عدد من النقاط الصحيه، وذوك النقاط الصحيه دائما يخدمون فيهم ممرضين. ولذلك الطبيب العام مثلا مازال ما فتنا وصلنا لأهداف منظمة الصحة العالمية اللي كل 100 فرد عنده طبيب، احنا ما زلنا بعيد من هذا، وفيما تيها ياسر من المواطنين اللي ما عندهم ولوج لين قالوا الصحة. واحدين يقطعوا 250 كيل، واحدين يقطعوا 300 كيل كانوا يجبروا طبيب، واحدين يقطعوا 500 كيل كانوا يجبروا طبيب. وطبعا الدخان يخلق التشخيص وتخلق المرض، يخلق المضاعفات، والمريض هو الضحيه. لكن في ايضا يعني سؤال اخر، من راحوا الاطباء؟ لان المره الاخيره كان في اشكال مثلا في تقويم المعلم بشكل عام وتقويم الاساتذه يعني بشكل عام، اذا كان هؤلاء الاطباء الموجودين كانوا فعلا اطباء يمكن يعني انهم يدخلوا يبدوا الشغله، كان هم اطباء موجودين. زين بسيط نقدر نقول لك ليش؟ اللي نحن عندنا هنا تياف ذني قالوا الاكتتاب المشكله فيه المعضله فيه ما هو عن الاطباء ما ينجحوا، والله الاطباء ما عنده هو من نفسه ما عنده المستوى اللي يخوله عنه يمارس مهنه الطبيب، اللي من ساعه اللي سنته هو يعدل 14 امتحان والله 18 امتحان على مدار هاي السنوات اللي هما ويعدل له امتحان غير ينقال له فيه انت لا نجحت ولا عدت من المقاعد ما نمشى قليناك، ما هو عنك انت غير مثلا كفو والله غير قادر على توفير الخدمة الصحية اللي قال المواطن. المشكلة هون توفير المقاعد، المشكلة نحن هون جايين ندوروا نطالبوا باكتتاب عام، اكتتاب لكن عام شامل. تبغى تطالبوا باكتتاب عام، هذا الخريجين عددكم كم؟ 250 نرى كانوا كاملين حاصلين على شهادة دكتوراه يعني فاتوا ناقشوا وأطباء كاملين. نقولها لك وبشكل مثلا مثبت وخالي مثلا من الشك، هذو 250 طبيب ذاتوا وفوا إجراءاتهم القانونية والإدارية كامل اللي تخولهم عنهم يعودوا أطباء عامين، يعني تخرجوا كاملين. تخرجوا كاملين بشكل رسمي ناقشوا بشكل رسمي كاملين، ما بهم حد مثلا ما هو طبيب عام واضح بشكل رسمي. في نقطة أخرى يعني يمكن أن نتطرق لها فيما يتعلق بالانتظار، مثلا أنتم في النهاية عودوا مصرفين كما يقولكم واحدين، أنتم في النهاية دور الاكتتاب غير ما أنتم عندكم ديغارد، عندكم شيء يميزكم عن الناس الأخرى اللي الصقع ما عندها ديغارد ولا عندها شيء خارج يعاونها، ما أدري هذا ديغارد شو ماسين. زين بالنسبه للنظام ليغارد، نظام مشحف بالطبيب به اللي على سبيل المثال يعني تقبل شغلات عاديين يقدر يعدلهم رجاج مستواه العلمي عادي واكثر هما دخل حتى من اللي قالوا نظام ليغارد. نظام ليغارد نظام 24 ساعه تشتغل 24 ساعه مدار الساعه اللي تتسع في الطب، 24 ساعه اللي وراها لا تعود مرهق بك اللي عندك ياسر من الجهات خاصك وعندك ياسر من الراحه خاصتك، وفي النهايه مولي القابل المادي دائما يعود قابل مادي ضعيف زهيد مثلا شي ما هو تجبر عده مثلا مناوبات ذوكم اللي يخولوك عنك تقرب من سقف 10,000 اميري لاركاتيه. لكن في سؤال دائما يعني نطرحه في نفس السياق دائما، اكتتاب 49 من اصل 135 واكتتاب يعني في الفترات الماضيه كانت ترشح 100 ويقبل منها عدد يعني معين، مدري كان الكتاب لاحظت انه عادي يقبل اقل ولا عاد؟ عادي يقبل اقل، به المرات الماضيين كان دائما يبقوا مقاعد ما جبروا حد
يعود فيهم مثلا يعود يدوروا 50 تجيهم الا 30 ولا 40 يبقوا عده مقاعد ولذلك يعودوا مضطرين انهم يقضون الناس كامله ولو عادوا مثلا ما يشحوا والله مثلا اليوم اخبارهم هيك اياها واضح اليوم باحتجاجكم يعني المكتب التنفيذي للاطباء يعني العامين العاطلين عن العمل عبر عن نيته مواصله الاحتجاج وعزمه على التصعيد ان وصلت الوزاره سياسه التجاهل وتحميلها ما سيترتب عن ذلك. هذا بحسب يعني المكتب التنفيذي للاطباء العامين العاطلين. هل يعني ما دامت الوزاره يعني لم تقبل او لم تقم بكتابكم او لن تقم بكتابكم يعني بحسب ما ذكرتم، هل ستنوون يعني المواصله والتصعيد و ما اللي يستقبلنا به يعني في حالة لم يتم كتابكم؟ نحن مستمرين، نحن مستمرين. ما اللي نقول لكم عن هذا اللي قالوا هذا مثلا لجنراسيون اللي خاضوا جدد دركاتها، شنو من الشباب وش من الشباب اللي مثلا صبارة صبروا على هذا، معناه قدوا لا يصبروا على شيء آخر، يصبروا عليه عمان ويصبروا عليه ياسر الوقت والشماس وياسر من الامور مثلا، معناها مد متعلم الصبر ولاحق هذا القد الله بالصبر. وقطعا ماني نرجعوا عن موضوع الاكتتاب، ولان شايفين عن فما فيها حل ما هو اكتتاب شامل جميع مطلبكم يكانوا اي طبيب حصل على الشهاده الطبي يتم اكتتابه؟ لا، نحن ندور امتحان سنويا يعود يعدل سنويا، وامتحان يعود فيه مقاعد معينين، والأطباء يكتتبوا ويقيسوا ذا اللي قالوا موريتان كبيرة وعريضة. زرت عدة مناطق اللي مسيكنين المريضين ينعطب فيها والله يدقدق والله واسمه هذا، لابد من ماضي نهار ولا نهارين كانوا يجبر طبيب مثلا خالق شيء قالوا لي كونديشن، ما معناها عن تهيئة المريض لابد من يخلق سابق اللي قالوا التدخل الطبي بك اللي انت قاشي مثلا على سبيل المثال كانوا يلحق الطب هنا تياه لابد من الكونديشن، ما والكونديشن ما يقدر يعدلوا، اما سان جنراليست يقدر يعد ينقذ فيه روح، قد ينقذ حالة استعجالية. ولذلك نحن نطالبوا بذلك قال له مثلا ولوج المواطن اللي قال له الخدمة الصحية. وهو الكتاب الجاي يلا عودينت ذاك هو اللي ما بتنعرفنا نحن ذاكت يعني ندوره يخلقه ندوره نعرفه يلت عودينت. ماذا كان مطلبكم عنده وقت محدد كان يلا عود سنوي والله تشوف يعود؟ نحن ندوره يعود سنوي وندوره يعود شامل. نحن نطلبه كيف شامل؟ وشامل يعني عن يعود مثلا مقبول فيه عين الاعتبار للمترشحين، مقبول فيه ما تعود مترشحه 500 وتعطونا مثلا 50 مقعد، هذا لا يشكل شيء مثلا من الناس. لكن هذه 50 مقعد هي اللي نحتاجه، نحن ما 500 ما عندنا بلاصه. الحاجه ولا عندنا قاع باش خالصين نعود. الحاجه المشكله الحاجه هنا تياها من مسألتين، الحاجة هنا تيها حدنا يقبضها من الواقع ذيك هي واضحة للناس كاملة وتقدر يطرح لي أصبع، والحاجة حدنا يقبضها من أمور في التواغط وأمور في مثلا أمور ذيك ياها مثلا احنا قاع خلينا من احنا حتى في الواقع قاع والله محتاجين 500 طبيب 1000 طبيب قاع، قال ما عندنا باش كتبين ولا عندنا باش خلصين. وهذه هنا تيها نحن هنا علميين اختصاصنا ما هو المالية واختصاصنا ما هو حل المشاكل، جايين اللي قال الحكومة الموريتانية كانت حل لنا المشكلة اللي هي متمثلة في رئيس الجمهورية في الوزراء في وتوقعكم شنو هو توقعكم عن الأيد حل؟ والله توقعنا نحن نيتم إن شاء الله لا مساعدين، بس إن عدلنا وقفة قدام وزارة الصحة الوزارة المعنية بنا، عدلنا وقفة قدام الجمعية الوطنية اللي هي الوزارة اللي تمثل الرأي العام للمواطنين، ولا ينعدل إن شاء الله وقفات أخرى، ولأننا ناسين مثلا وزارات كاملة هذه معنية بذلك اللي قالوا الاكتتاب، كيف وزارة المالية اللي عندها تأثير كبير فيه وزارة الوظيفة العمومية المالية. واضح جدا. لا يعني نأخذ الموضوع شوي بعد تمدامه في مجال الطب. في البعض يقول عن يعني الحديث عن كلية الطب هون كليات الطب في البلدان الأخرى، ترى كان في فرق يعني وعين السمعوها في فرق ما بين الطبيب الخريج من تونس والله المغرب والله السنغال، كان في فرق بين هو الطبيب المتخرج من موريتانيا. زين نقول لكم هذا ما شاء الله عندي جواب. شفتوا بالنسبة للطب كتدريس الطب مادة تراكمية من الأول اللي سنتها إلين وصلتنا إحنا ركعتها، والطب لا علم يتناقل وعلم يدرس. بالنسبة هنا تياها ظروف هنا قابلة عن يدرس فيها اللي قالوا الطب العام،
وهذا ما هو كلامي انا، هذا كلام مثلا عميد كليه الطب في صفاقس في تونس اللي قال عن الطب العام في موريتانيا نشبه شي قدينغرا، والاطباء عنهم جيدين، وهم الكاردين ضركاتيها التلاميذ ضرك في عده مصالح في عده مستشفيات، هم اللي كاردين المصالح كاملهم، كيت مصالح الاطفال ومصالح على سبيل المثال النساء ومصالح عده مصالح. ونتكلم هما اللي عن لي ريزيدون اللي هما المقيمين اللي متباركين مع التخصص اللي موجودين في جميع المستشفيات، واللي هما حجر الاساس اللي محرك اللي قال المنظومه الصحيه في المستشفيات اللي هي. واضح. في طلاب برك يعني نجحوا في البكالوريا ولا هي بدوا يدخلوا في مجال الطب بشكل عام؟ النصائح اللي تقدموه لهم هذا والله بالنسبه للطب دائما نقول الاطباء يقولنا حد انا حد يسمع لي ما عدل الطب. على سبيل المثال نقول لكم فيها هو الطب لا فما تياش نقولوا نحن بريديسبوزيسيون، معناها اللي جاي يعود هو مثلا عنده قابليه، القابليه هنا تيها فاش القابليه هنا اول شيء في الصبر، اول شيء عن تعود مفرغ للماده مثلا للواحد فيه، وهذا الامور الاثنين هما الاساس اللي قال له حد يختارها. طبعا فما تي امور اخرى كي مثلا حد يعود مثلا حفاظ، حد يعود مثلا ذكي، وحد يعود مثلا كل امور كامله مثلا ديران لا فورماسيون يعود لقاش يكتسبهم فيهم ياسر من شيء مكتسب. وصلت الفكره، لكن قبل ان نختم لان المخرج يشير الى اقتراب انتهاء الوقت، يعني امكانك يعني كلمه اخيره قبل ان نختم حول هذا الاحتجاج بشكل عام. بالنسبه للاحتجاج اللي هو نحن بعد عندكم احصائيات تقول تقدموهم؟ والله نحن بالنسبه لنا نحن اركتيا كاطباء عامين غير مكتتبين نمثلوا 250 طبيب، ونختار انه هنا يعني فما عجله والله فما تياها حلقه تعيد نفسها اللي قال الخريجي للبكالوريا واللي قال كلية الطب ومن ثم اتيها الشارع، هذا يختاروه يتغير، والحكومة الموريتانية هي الوحيدة اللي قادرة على أنها تغير اللي هو، وفما اتيها من الإخبار الحكومة كونها راكاتيها متباركة مع هجرة الشباب الدور تحد من هجرة الشباب. نقطة جيدة يعني شكرا على يعني نقطة يعني كل يعني يعني إدارة النقطة قبل أن نستصل معكم، هل في يعني أطباء هاجروا ولا رصفوا الحيط قاعد موجودين رصفوا الحيط والله أطباء رصفوا الحيط والله العظيم والله من أنا في أطباء موريتانيا رصفوا الحيط موجودين أطباء موريتانيين رصفوا الحيط رفض معاهم مستندات وهذا ورصف طبعا ما له يشتغلوا هكاتيا كأطباء فما تيا ياسر من نعم في أطباء موريتانيا برك عندهم شهادة دكتوراه في الطب والله يشتغلوا لباتيك ومرصفين والله موجودين والله يشتغل نعرف واحد يشتغل في تاكسي في أمريكا والله هو طبيب عام ولاقى الاكتتاب من موريتانيا ولاقى الاكتتاب هون وكان يشتغل قاعد في واحدة من الشرائك الوطنية هنا تيا وكان مثلا دخله لا بأس به غير ملي لا أظهر له عنه يمشي وهذا عن الاحتجاج انه قد ما عن غير انا نختار انه هنا في عن اخبار اللي متباركه مع الدوله الموريتانيه شريفه وجيده والحفاظ على اللي قالوا اكسير الشباب في المجتمع به اللي نتكلم عن اخبار مثلا ارقام مهوله خاطئ اللي قالوا المجتمع اللي هو وفاصلين عنهم مثلا الدوله تجبر لنا حلول اللي هنا اطباء قادرين على العمل يمارسوا مهنة الطب بشكل غير الشكل الطبيعي اللي يلزم يمارسوها به ويختاروا يمارسوها بشكل مهني ويعودوا تابعين للدولة ويعودوا في قرون موريتان الأربعة ما عندهم أي مشكلة في المشي شور باركيول شور تيرس شور أي منطقة يسوى شنياها وممارسة المهنة فيما تياها ونختار نقول ملي عن نزولنا للشارع عندنا مثلا مادة عندها استراتيجية مثلا ما نزلنا للشارع يكون ينفتنا يعني ما جبرنا اللي ياطنا نجبروا رد اللي ياطنا نجبروا وطبعا مستعدين للتصعيد في أي وقت إن شاء الله تعالى. واضح جدا. إذن المختار أحمد بابا دكتور المختار أحمد بابا عضو حراك الأطباء العامين العاطلين عن العمل، شكرا جزيلا لك. شكرا أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.